انت خليكي هون مدينة، خليكي جنبي، ما بتعرفي شو بيصير. ايه يا رسول افندي، ناديت لنا ونحن اجينا لعندك لحتى نحكي معك. هاي المرة ما في سلاح ولا شيء، مو هيك؟ لا، الشرطة أخذت سلاح أساساً. أصلاً الشرطة كيف هيك تركتك تطلع وتمشي بالشوارع وأنت عم تاخد راحتك؟ خلص لا تجنني زلمة هلا. إيه دخيلك بلا ما يجن، ويعمل شي شغلة يروحنا فيها، بدنا نضل محترمين وأكابر حتى نموت. الحمد لله على سلامتك رسول أفندي، بس شوف إذا أنت كل ما خطر على بالك بدك تجي لهون وأنت حاطت سلاح على خصرك، يكون بمعلومك رح تكون نهايتك بالسجن. الشرطة هيك قالوا كمان، إذا برجع بكرر الحادثة ما بيطلعوني. إيه كلامهم مزبوط، مشان هيك قول اللي بدك تقوله، اللي كلامك مثل الناس وحكيك معي أنا، وبعد ما يطلع أخوك خده وروحوا على البلد، وخلي هالموضوع ينتهي هون بقى. لا الموضوع ما بيصير هيك، ما راح نروح على أي مكان قبل ما ننظف شرفنا. لسه لهلأ عم يقول شرفنا؟ حظك حلو أني طالعة من درس الإتيكيت، لو هيك كنت رح ورجيك. خيرية خلص بقى لا تصبي على النار زيت. طيب على كل حال أنت حكيت عن موضوع خطبة، طالما القصة هيك معناها خلينا نزوج ابنك من أختي فورا. تمام أنا عند كلمتي، أنا قلت لك رح نبلش بالإجراءات بأسرع وقت ممكن، حتى لو ما عملنا زواج فوري. منيح تمام، اعملوا زواج فوري، لأنه أنا ما رح أروح على الضيعة أبداً قبل ما أشوف دفتر العيلة تبعهم بعيوني. أنت استنى مني خبر، وقت منخلص الإجراءات أنا رح أخبرك فوراً. إذا أخبرك بيشوف هالبسي هالتياب رح يطمحه. هذا أخي. يا بنت أخوك التاني هلأ وينه؟ أنت من وين جاي وليه؟ لحالك كمان؟ كان عندي شغل سويته واجيت. شو ممكن يكون عندك شغل؟ ما بفهم لا شغله ولا غيره. مدينة ليكي هاي ما رح تروح على اي مكان من دون علمك، عم تفهمي؟ ممنوع، مع انه هاي ما انا مثلك، ما نسيت مكانها واهلها ونزعت حالها بالمدينة، لو ما اتصلت وخبرتنا ما كنا رح نعرف نهائيا انت شو عم تخبصي هون. ما علينا، أنا عم استنى منكم خبر، ما بدي موضوع هالزواج يطول أكتر، يلا بخاطركم. أسماء؟ عن جد أنت اللي خبرتي إخواتي؟